لكن القصة كانت هذا الأسبوع عن الأهلي والزمالك، ورود وردود. الجمعية العمومية لنادي الزمالك انتخبت مجلس إدارة جديدا برئاسة الكابتن حسين لبيب بمسؤولية رياضية. أيضا بادر مجلس إدارة النادي الأهلي ببرقية تهنئة وباقة ورود من النادي الأهلي إلى مجلس إدارة الزمالك على ثقة الجمعية العمومية، متمنيا لهم التوفيق لخدمة الحركة الرياضية المصرية. دي برقية النادي الأهلي بتوقيع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة. بين هذه الردود الورود وهذه الردود تحدث الكابتن حسين لبيب موجها الشكر للنادي الأهلي على هذه المبادرة. بعد ورود الأهلي نشوف ردود رئيس الزمالك. لكل اللي وجهوا التهنئة من الأندية الأخرى، يعني أنا بوجه يعني بجد الشكر، بس برضو منتظرين والله ندخل عشان نبقى حاجة رسمية. إنما يعني اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والنادي الأهلي والنادي المصري وناس من دول عربية عندنا، يعني كم كل شوية يتكلموا يقولوا النادي الفلاني هنئ. إحنا محتاجين بس ندخل عشان نبتدي نرد هذه. بس في مبادرة كويسة برضو من النادي الأهلي، وإحنا إن شاء الله هنعمل مبادرة تانية يعني كويسة برضو زي ما قلت عشان نفرق ما بين ما يسمى الصراع الرياضي اللي احنا مش عايزينه وبنرفضه تماما وجميع الأندية المصرية، والمنافسة الرياضية الشريفة اللي هي بتنم عن يعني ثقل الرياضة في منظومة الشعوب أصلا. يعني تعود الأمور إلى منطقها الطبيعي ويعتدل العود الاعوج، فالناس تبقى مستغربه. طبيعي، احنا قلنا قبل كده، قلنا كان في تهاني متبادله وزيرات متبادله من زمان، من زمان بيننا وبين الزمالك. وقلت لك على المكتب التنفيذي المشترك، الناس ترجع للتاريخ هتجده. فانا اتوقع الفتره الجايه ان العقلاء هيبنوا على هذه المواقف والمبادرات، ما ياخدناش تانية في حته ان احنا نغازل بعض الجماهير اللي بتحب الحاجات الحراقه. مش دي المواقف اللي بتتحسب للمسؤولين، تتحسب على السوشيال ميديا وعلى بعض الاعلاميين، لكن المسؤولين بيبقوا عندهم قدر من رباطه الجأش والسيطره على النفس وتحمل المسؤوليه بتقتضي دايما اللغه تبقى لغه رياضيه محترمه. طيب هل فعلا يمكن البناء عليها ولا لا؟ نشوف راي الناقد الرياضي الزميل محمد شبان. نادي الاهلي ارسل برقيه تهنئه لمجلس اداره نادي الزمالك، مجلس اداره الاهلي، والكابتن محمود الخطيب ارسل برقيه تهنئه بشكل شخصي للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد. والحقيقه العلاقه بين الاهلي والزمالك او بين الزمالك والاهلي علاقة تاريخية وعلاقة ممتدة، وجمهورين كبار جدا، وحصل شوية حواديت في السنين الأخيرة، لكن هذه الصفحة الجديدة بتبدأ من هذه التهنئة. كابتن محمود الخطيب بعد جواب السيد الأستاذ حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحية إعزاز وتقدير، وبعد مجلس إدارة النادي الأهلي يهنئ سيادتكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر بثقة الجمعية العمومية لناديكم الكبير وتوليكم المسؤولية، متمنيين لكم دوام التوفيق لما فيه صالح الرياضة المصرية، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. علق كمان كابتن حسين لبيب على البرقية اللي تلقاها، قال ان النادي الأهلي ارسل لنا رسالة تهنئة بعد الفوز على انتخابات نادي الزمالك، كذلك كابتن محمود الخطيب أرسل لنا باقة ورد، سنرد بشكل رسمي على كل رسائل التهنئة التي وصلت لنا من كل الأندية. زي ما بنقول العلاقات خارج الملعب حاجة والتنافس داخل الملعب حاجة، لازم الجمهور يستلهم من الكلام ده علاقته ببعضه خلال الفترة اللي جاية. احنا عايزين انطلاقة جديدة في الملاعب المصرية بين جماهير اكبر ناديين مش بس في مصر، على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى ايضا الاقليمي وعلى المستوى القاري. شوف، العلاقة مش ممكن
يعني تبقى خارج الأضواء سليمة وسوية ورائعة ومتينة، ولما يبقى أمام الأضواء إن إحنا نحولها إلى صراع غير مقبول. الأستاذ حسين، الكابتن حسين لبيب هو صديق، صديق من أيام أنا ما كنت مسؤول عن منتخب مصر في الاتحاد المصري لكرة اليد. هو كان من كباتن مصر وكباتن نادي الزمالك، هو ومهندس حسن صقر ومدحت البلتاجي وهشام نصر وأيوب دعبس، كل العظماء دول. وكنت دايما أقول لهم أنتوا كلكم لأنكم واخدين خط أخلاقي، كنت أشوفهم هم عندهم سياج كده مع بعض في كرة اليد، حامين نفسهم، هتبقوا حاجات كويسة. وبالفعل كلهم وصلوا إلى مناصب سواء في ناديهم أو خارج ناديهم في اللعبة نفسها إفريقيا ودوليا. حتى أن المهندس حسن صقري كان وزير شباب ورياضة. إذن العلاقة، يعني أنا حضرت رحمة الله عليه المرحوم تيسير الهواري، حضرت فرح يخصه، عزمني فرحت، لقيت مين؟ لقيت الكابتن الخطيب، ولقيت دكتور سعد شاه، لقيت رموز وقادات النادي الاهلي، ولقيت مين؟ لقيت حسين لبيب كان مدعوا من الحاج تيسير الله يرحمه، وكان حريصا انه يجي وقعد معانا على الترابيزه، وكان في جمال في العلاقه. طيب انا شخصيا بتربطني علاقه اسريه من زمان، شخصيه اسريه مع الاستاذ ممدوح عباس، عائليه واسريه، حضرت افراحه، حضر افراحي، وبيننا وبين بعض كنا عاملين كده انا وهو محرم الرغبه امام الشريف وابراهيم الخليل، لازم مره في الشهر نلتقي عند حد فينا. العلاقه موجوده، لكن هو بيفضل مؤيد وداعم وحريص على مصلحه الزمالك، وانا بظل في موقعي، وانا احترم بعض في هذا الاطار، نتنافس بشياكه وجمال ومش بحقد وغل يعني واسفين او تطاول او تجاوز. هو ده اللي بيقود، لان علينا مسؤوليه تجاه الجماهير هنا وهنا. احنا مسؤولين ان الوسط الرياضي ينعم بالهدوء بقى. فاتمنى المرحله الجايه تشهد مثل هذا، هذه العلاقات وتستقر. نتمنى بعد هذه الورود وتلك الردود الأمور إن شاء الله تسير في منحى رياضي نظيف وشريف إن شاء الله.